تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب العديد من طلبات الإحاطة والمناقشة العامة خلال جلسة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتناولت الطلبات والمناقشات الأدوات الرقابية وإنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، وكذلك نظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، فضلا عن تطوير المناهج. جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي واصل خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. المجلس ناقش 118 طلب إحاطة و18 سؤالا و12 طلب مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، وتناولت الطلبات والمناقشات الأدوات الرقابية وإنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات. المناقشات طالت كذلك نظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، فضلا عن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين. رؤية الدولة المصرية بتركز على جودة التعليم أكثر من عدد الجامعات. عندنا دلوقتي في مصر 47 جامعة أهلية مع جامعات خاصة، أربعة منهم جامعات دولية، نسبة التحاق طلابي 12%، تخريج كل سنة 700 ألف طالب. السؤال الأول، كم عدد الجامعات الأهلية المتقدمة للحصول على الجودة والاعتماد المؤسسي؟ لأن ده بيأثر على قدرة مصر وسمعة التعليم العالي في المنافسة في استقطاب الطلاب الوافدين. ولا أخفى على ذاتكم معالي الوزير ما للتعليم التكنولوجي من أهمية في هذه الآونة، وقد شرفت بأن تقدمت إلى ذاتكم بطلب لدراسة إنشاء جامعة تكنولوجية في سوهاج يكون مقرها مركز جامعة دار السلام نظرا لوقوعها في الجانب الشرقي. احنا دلوقتي همنا جدا رفع الوعي والتثقيف السياسي لشباب الجامعات. في الحقيقه في الفتره الاخيره انا كنت بتواصل مع الشباب وبحب اسمع ارائهم، وشايفين مجهودات مع فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على ارض الواقع. لقيت ان اغلبهم مش حاسس بالانجازات اللي المفروض يحس بيها على ارض الواقع، وده مش هيحصل غير اللي لوح عليه مع فخامه الرئيس ان الزياره لشباب الجامعات لأماكن اللي حصل فيها تطوير ومشروعات قومية. الحكومة من جانبها أكدت أن لديها استراتيجية تستهدف العمل على تلبية احتياجات وخطط التنمية الموجودة في كل وزارة، مشيرة إلى وجود خطة واضحة لتطوير المناهج والاستثمار في التعليم. الحكومة شددت كذلك على أن لديها عدة مبادئ تعكف عليها حاليا لتطوير منظومة التعليم العالي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من بينها التكامل سواء بين الجامعات وبعضها البعض ومع احتياجات الدولة في كل إقليم، وكذلك المشاركة الفعالة والاستدامة، بالإضافة إلى المرجعية الدولية والريادة والإبداع والاتصال.